المهم نمر الآن إلى السؤال الرابع وهو حل المتراجحة x أس 2 ناقص 8 x زائد 15 على x أس 2 زائد x ناقص 42 أكبر من أو تساوي 0. إذن كما تلاحظون بأن هذا التعبير هذا هو عبارة عن حدودية على حدودية، والحدوديتين يعني الحدودية الأولى اللي خدمنا والحدودية الثانية اللي خدمنا، يعني غادي نستغلوا جدول الإشارة ديال الأول وجدول الإشارة ديال الثاني بعد ما نمسح السبورة ونتموا إتمام الحل. إذا نتمم حل التمرين، قلنا وصلنا للسؤال الرابع وهو حل هذه المتراجحة. نذكر أنه في سؤال خاص بحل المعادلة x أس 2 ناقص 8 x زائد 15 تساوي 0، لقينا الحلول هما 3 و 5. وفي حل المعادلة x أس 2 زائد x ناقص 42 تساوي 0، لقينا بأن الحلول هي ناقص 7 و 6. إذا الآن ما علينا إلا أننا نشأ جدول الإشارة ديال الحدوديتين معا. جدول الإشارة غيكون على هذا الشكل، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. الحدودية الأولى قلنا هي x أس 2 ناقص 8 x زائد 15. الحدودية الثانية هي x أس 2 زائد x ناقص 42. وأخيرا خارج الحدوديتين اللي غيكون على هذا الشكل. المرحلة الموالية يعني غادي نوضعوا الحلول ديال المعادلتين معا بالترتيب. كما تلاحظون بأن ناقص 7 هو أصغر هذه الأعداد، إذا سيكون هو الأول، يليه 3 ثم 5 وأخيرا 6. بالنسبة للمعادلة الأولى يعني x أس 2 ناقص 8 x زائد 15 فحلولها هي 3 و 5، يعني عند 3 و 5 غادي تكون هذه الحدودية منعدمة. بالنسبة للحدودية الثانية الجذور ديالها هي ناقص 7 و 6، يعني عند ناقص 7 وعند ناقص 6 غادي تكون منعدمة. إذا ماذا سيحصل لهذا الخارج؟ هنا يجب الانتباه. عندنا الحدودية الأولى في البسط ديال الكسر والحدودية الثانية في المقام، ونحن نعلم بأن المقام يعني لا ينبغي أن يكون مساويا لصفر. إذا فعند الأعداد اللي غادي تكون تتساوي فيهم هذه الحدودية هذه صفر، فإن هذه الحدودية فإن هذا الخارج هذا سيكون غير معرف، لذلك نضع خطين على هذا الشكل، يعني أنه لا يمكن أن نعوض ناقص 7 و 6 في هذا الخارج. أما بالنسبة للبسط فلا إشكال إن كان البسط مساويا لصفر، وهذا الكسر هذا غيكون تساوي صفر من اللي غيكون البسط تساوي صفر، يعني من اللي غتكون x أس 2 ناقص 8 x زائد 15 تساوي صفر، يعني عند هذه القيمتين غيكون هذا الخارج هذا منعدم. نرجعوا نملؤوا الجدول. قلنا بالنسبة لجدول الإشارة ديال الحدودية الأولى سبق وأننا نشأناه، قلنا بأنه بين الجذرين لقيناها سالبة وخارج الجذرين سيكون موجبا. بالنسبة للحدودية الثانية نفس الشيء، أ تساوي واحد، إذا بين الجذرين سيكون سالب وخارج الجذرين سيكون موجب. إذا الآن نتيجة الإشارتين زائد على زائد، يعني غتكون زائد، زائد على ناقص ناقص، ناقص على ناقص زائد، وزائد على ناقص ناقص، وزائد على زائد ستكون زائد. نرجع إلى المتراجحة. المطلوب إيجاد متى يكون هذا الخارج موجبا، يعني أكبر من أو يساوي صفر. إذا نرجع إلى الجدول ونبحث عن المجالات التي يكون فيها هذا التعبير موجبا، أي حيث تتواجد إشارة الزائد. أخذنا بأنه في هذا المجال، أيضا في هذا المجال، وأيضا في هذا المجال. إذا مجموعة حلول هذا المتراجحة ستكون من المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 7. هنا قلنا بأن ناقص 7 لا ينبغي أن يعوض في هذا التعبير، ورغم أنه عندنا أكبر من أو تساوي فناقص 7 سوف لن تكون ضمن هذا المجال. اتحاد المجال الثاني قلنا من 3
الى 5. وهذا المجال لاحظنا بان 3 و5 يعني هما قيمتين تجعل من هذا التعبير منهدم. وانا لا اشكال لانه عندنا اكبر من او يساوي 0، اذا 3 و5 ستكون ضمن الحلول. واخيرا اتحاد، الشيء الذي قلنا على ناقص 7 ينطبق ايضا على 6، اذا 6 سوف لن تكون ضمن هذا الحلول لانه لا يمكن تعويضها في هذا التعبير، زائد ما لا نهايه، وسيكون هذا هو حل هذه المتراجعه. اذا نتمنى ان ما قيل يعني واضح. نمر الان الى السؤال الخامس. السؤال الخامس مطلوب هو حل النظمه، يعني استعملت في حل النظمات طريقة المحددة. إذن أول شيء نحسب دي المحددة، وقلنا بأنه لحساب المحددة المحددة ستكون يعني نستثني 1 و3 ونضع فقط معاملات إكس في الطرف الأول 2 و-1 وفي الطرف الثاني 3 و5. نحسب أو أيضا محددة دي دو إكس. محددة دي دو إكس قلنا نحجب إكس ونبدأ ب1 و3 ثم معاملات إيكغريك اللي هي -3 و5. دي إيكغريك، محددة دي إيكغريك قلنا نحجب هذه المرة إيكغريك ونأخذ معاملات إكس اللي هي 2 -1 وأخيرا 1 و3. ثم نحسب، قلنا لحساب المحددة نضرب 2 في 5 ستعطينا 10، ناقص 1 في -3 يعني -3. إذن فالمحددة سيكون قيمتها هي 7، وكما تلاحظون بأن هذه المحددة يعني تخالف 0. دي إكس بنفس الطريقة 1 في 5 5، ناقص 3 في -3 يعني -9، و-9 يعني ستكون هي -9، وبالتالي فقيمة هذه المحددة هي 14. بالنسبة لمحددة دي إيكغريك 2 في 3 6، ناقص 1 في -1 هي -1، مع الناقص غادي تولي هي -1، وبالتالي فالمحددة دي إيكغريك غادي تكون هي 7. أخيرا نحدد قيمتي إكس. إكس هي دي دو إكس على دي، دي دو إكس وجدناها هي 14، دي هي 7، إذن فقيمة إكس هي 2. إيكغريك هي دي إيكغريك على دي، دي إيكغريك وجدناها هي 7، ودي أيضا 7، إذن فقيمة إيكغريك ستكون 1. وبالتالي مجموعة حلول هذه النظمة ستكون هي زوج إحداثيتي 2 و1. إذن سيكون هذا هو حل هذه النظمة. ولمن مازال عنده مشكل في حل النظمات، معلي أنه إلا أنه يرجع للفيديوهات السابقة راه يلقى فيهم الشرح ديال حل النظمة. ب، هذا سؤال ألف. ب، مطلوب استنتاج حلول النظمة 2x + 2 -3y + 2 تساوي 1 -x + 2 + 5y + 2 تساوي 3. إذن أيضا كما تعاملنا في التمرير الأول لحل هذا النوع من النظمات، كما تلاحظون بأنه هذه النظمة هي تقريبا قريبة من هذه النظمة هذه. المشكل اللي كاين هو أن المتغير هنا مرفوع +2. إذن لحل هذه النظمة سنعمد إلى استخدام تقنية تغيير المتغير. نضع t تساوي x + 2 و t بريم ستكون هي y + 2. إذن النظمة تصبح على الشكل التالي، هي 2t - 3t بريم تساوي 1 و-t + 5t بريم تساوي 3. وكما تلاحظون بأنه رجعنا إلى النظمة الأولى، ونعلم يعني أن مجموعة حلول هذه النظمة يعني t وجدناها هي 2
والتي بريم وجدناها هي واحد. إذن x أس 2 ما دمنا وضعنا بأن التي تساوي x أس 2 إذن قيمة التي وجدناها هي 2 يعني أن x أس 2 ستكون هي 2 و y أس 2 تساوي 1 يعني أن x ستكون هي الجذر المربع ل 2 أو x ستساوي ناقص الجذر المربع ل 2 و y ستكون هي 1 أو y ستكون هي ناقص 1 لأن الجذر المربع لواحد هو 1 وبالتالي هنا غادي يكون عندنا مجموعة من الأزواج الزوج الأول هو جذر مربع ل 2 واحد الزوج الثاني جذر مربع ل 2 ناقص 1 الزوج الثالث ناقص جذر مربع ل 2 واحد وأيضا ناقص جذر مربع ل 2 ناقص 1 إذا مجموعة حلول هذه النظمة غادي تكون هي الأزواج الجذر مربع ل 2 واحد الجذر مربع ل 2 ناقص 1 ناقص الجذر المربع ل 2 واحد وأخيرا ناقص الجذر المربع ل 2 ناقص 1 وتكون هذه هي أزواج إحداثيتي حلول هذه النظمة. وصلنا الآن إلى السؤال السادس والأخير من هذا التمرين هذا وهو حل النظمة x زائد y تساوي ناقص 2 و x في y تساوي ناقص 3. قلنا بالنسبة لحل هذا النوع ديال النظمات عندنا جوج ديال الطرق إما تلجؤوا لطريقة التعويض بحيث أننا تنحسب x بدلالة y أو y بدلالة x وتنعوضها في التعبير الثاني وبالتالي غادي نوجدوا قيمة x وقيمة y أو أننا نعتمدوا واحد الخاصية اللي اكتشفتوا في الدرس بحيث أن لو وضعنا بأن x زائد y تتساوي s و x في y تتساوي p وكان مربع s ناقص 4 p أكبر قطعا من صفر فإننا نعتبر بأن ال x و y هما حلين للمعادلة فإن x و y حلي المعادلة x أس 2 ناقص s x زائد p تساوي صفر إذن إذا كان عندنا هذه الشروط هذو بحيث أن إذا كان مجموع x و y رفعناه أس 2 ونقصنا منه 4 في الجداء ديالهم كان موجب قطعا هذا يعني بأنه راه هاد x و y هما حلين ديال هاد المعادلة هادي إذا نحسب أولا s أس 2 ناقص 4 بي قلنا s أس 2 هي ناقص 2 أس 2 ناقص 4 بي هي ناقص 3 إذا ناقص 2 أس 2 4 ناقص 4 في ناقص 3 يعني زائد 12 تساوي 16 وكما تلاحظون بأنه هذا التعبير فإنه موجب قطعا إذن x و y هما حلي المعادلة إن x أس 2 ناقص s يعني ناقص ناقص 2 لغتولي عندنا زائد 2 x زائد p يعني ناقص 3 تساوي 0 إذن نحسب دلتا المميز المختصر عندنا A تساوي 1 B تساوي 2 و C تساوي ناقص 3 دلتا سيكون هو 2 أس 2 ناقص 4 في A يعني في 1 في C اللي هي ناقص 3 إذن 4 ناقص 4 في ناقص 3 يعني زائد 12 تساوي 16 أكبر قطعا من صفر يعني في حق هذا اللي حسبنا هنا راه هو هذا ديسكريمينو راه هو المميز المختصر أعدت حسابه حتى تتضح لنا الأمور جيدا إذن X و Y هما حلين مختلفين بحيث أن X غادي تكون هي ناقص B
يعني ناقص 2 زائد جذر مربع لدلتا يعني زائد 4 جذر مربع 16 على 2 في أ 2 في 1 اللي هي 2. إذن ناقص 2 زائد 4 هي 2 على 2 1، وإيكغاك ستكون هي ناقص 2 ناقص 4 على 2 يعني ناقص 6 على 2 ناقص 3 أو العكس. إكس هي التي ستكون ناقص 2 ناقص 4 على 2 يعني ناقص 3، وإيكغاك هي التي ستكون ناقص 2 زائد 4 على 2 اللي حسبناها وقيناها هي 1. إذن فحلول هذه المضمة غادي يكونوا هما زوجي الإحداثيات 1 ناقص 3 و ناقص 3 1، وغيكون هذا هو حل هذا التمرين. إذن هكذا نكون قد أنهينا الجواب على التمرين الأول، وكما لاحظتوا بأنه هو تمرين متنوع اللي حاولت أنني نوضع فيه أغلب الحالات الممكنة اللي ممكن تصادفها فيما يخص المعادلات المتراجحات والنظمات. أتمنى أن يكون ما شرح في هذا الفيديو مفهوم جيدا، وأتمنى لكم التوفيق، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله مع بقية أجزاء هذه السلسلة من تمارين استعداد لفروض الدورة الثانية. وأقول لكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.